من زمن بعيد كان على الإنسان جمع الفواكه والخضروات أو اصطياد الحيوانات أو الأسماك لإعالة نفسه، وبمجرد حصاد الطعام بيبدأ يتلف أو يتعفن بسبب عمره القصير. لكن الإنسان قدر يبتكر طرق لحفظ هالأغذية. أولا التجفيف. من 12 ألف سنة قبل الميلاد تم استخدام التجفيف بوضعه تحت الشمس أو تعرضه للرياح. ثانيا التمليح والتدخين. استخدمت الحضارات السابقة تقنيات الملح والتدخين بتجفيف الطعام، لأنه الملح بيعجل عملية التجفيف وبيمنع نمو بعض البكتيريا الشائعة. التبريد. التبريد بيبطئ تكاثر الكائنات الحية الدقيقة والإجراءات الإنزيمية يلي بتتسبب بإفساد الطعام. لهالسبب وضع الرجال بالعصور القديمة طعام داخل الكهوف الباردة أو تحت الماء البارد للحفاظ عليه، وجعله طازج لفترات أطول خاصة خلال الطقس الدافئ. السكر، المربى والهلام. بالمناخات يلي ما كانت بتحتوي على ما يكفي من الشمس للتجفيف، استخدمت الثقافات القديمة السكر كمادة حافظة، وبهداك الوقت كان شائع جدا تخزين الطعام بالعسل والسكر لأنه بيساعد وبيسحب الماء من الميكروبات. التخليل. التخليل هو الحفاظ على الطعام في سائل مضاد للميكروبات صالح للأكل. تشمل عوامل التخليل الشائعة محلول ملحي وخل وزيت نباتي، وبيتم تخليل بعض الأطعمة ببساطة في مرطبان ليضاف إليه التوابل لصنع وصفات مثل الخردل والكاتشب. التعليم. بدأ الحلواني نيكولاس أبيرت بالتفكير بطريقة لتساعده على حفظ الأطعمة، فوضع الطعام بأوعية زجاجية وختمه بالفلين والشمع ووضعه بالماء المغلي. فعملية التسخين والتبريد هاي خلقت فراغ ليمنع الكائنات الحية الدقيقة من تلويث الطعام داخل الجرة.